قبل ما نبدا الفيديو ده يا صديقي ما تنساش انك تدعي لاخواتنا الابطال اللهم انصرهم اللهم احفظهم اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم امين. قبل نبدا الفيديو ده يا صديقي ما تنساش انك تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ملخصات افلام ومسلسلات الرعب والاثاره والجريمه اللي تنزل على القناه يلا بقى انزل اعمل لايك واشترك في القناه واعمل كمان تعليق على الفيديو ده عشان ده بيساعد جدا شايف جاهز يلا بينا بيبدا في المنى صديقي بظهور بنت بتكون نايمه فوق ترابيزه ومتربطه من ايديها ورجليها وجسمها كان غرقان دم وقتها بيطلع عليها شخص ومعاه شاكوش كبير جدا وكانت عماله تصرخ من شده الخوف وعشان نفهم ايه اللي بيحصل ده بننتقل لبنت اسمها اليزا وبنشوفها وهي احدها في كافيه مستنيها الباص اللي هينقلها لمدينه كالابريا وكالابريا دي المدينه اللي عايشه فيها امها واليزيا مش بتكون رايحة زيارة عادية لا صديقي دي رايحة عشان تعمل عملية الجهاد وقررت تعملها هناك لأنها محتاجة والدتها تراعيها بعد العملية المهم وقتها بيجي لها اتصال من أمها وسألتها عن صحتها فإذا لها انها جابت اللي في بطنها النهارده مرتين ورجعت وتعبانه جدا فاما بتقول لها لازم تاكلي كويس لانك داخل عمليات بكره وبالوضع ده ممكن جسمك يضعف وتتعبي فاليزا بتوعدها انها تاخد بالها من نفسها وبعد ما بتقفل معاها بيجي رساله من السواق فابريزو عن طريق ابلكيشن كده زي اوبر وبيقول لها انه وصل اللوكيشن وبعت لها اسماء الركاب اللي هيبقوا معاها في الرحله وهم سوفيا ومارك وريكاردو وقتها بنشوف فابريزو ده واللي بيكون مهووس بالفن والتصوير وهو بيصور فيديو عشان يرفعه على الانستجرام وبيقول للمتابعين انا مسافر مدينه كالابريا النهارده يا جدعان ساعتها صور مع سوفيا ومارك وبيسالهم هم رايحين المدينه دي ليه فقالوا له احنا رايحين نحضر حفل زفاف وبعدين سال ريكاردو نفس السؤال وسال هو بيشتغل ايه وريكاردو بيقول له انا دكتور جراح ورايح لاهلي في زياره عائليه وقتها بتوصل اليزا واكيد بيسالها نفس السؤال هي بتقوله انا راح ازور والدتي بعد ما الشباب خلصوا تصوير وضحك وزار فبريزو سائق الباص وتحركوا من المكان وهم في الطريق مارك بيقرا في الجريده ان عصابه من المافيا خطفوا ام وبنتها وان عمله المدينه بتعمل كل جودة عشان تلاقيهم وترجعهم لاهلهم قريب فمارك بيقول لفبريزو هي المدينه دي فيها عصابه مافيا بجد؟ فقال له عصابه واحده بس ها دول عصابات كتير يا ابني وبيعملوا ابشع الجرائم كمان ساعتها مارك فضل يسف عليهم وقلبها هزار وضحك ساعتها اليزا بتتعب جدا وبتحتاج انها تنزل عربية عشان ترجع وقتها ريكاردو واقف في جنب كده واتصل بطريقته عشان يطلب منها تخلي بنته تكلمه ولكنها بترفض الطلب ده هو متضايق جدا وقتها بنشوف مارك ركب مكان فابريزو وصابه من هو اللي يسوق العربيه ولكن فابريزو كان رافض وبيقول له هتسوق ازاي وانت سكران كده بس كلامه ما فرقش مع مارك ونفذ اللي في دماغه وما في الطريق الدنيا بتلايل عليهم وبنشوف صوفيا واليزا وريكاردو نايمين اما فابريزو كان قاعد يدردش مع مارك لان مارك كان خرب الدنيا وعمال يشرب وهو وسكرانتينا طينة ساعتها فابريزو بيشوف معزه ملمية في نص الطريق وعشان يتفاداها لف الطرب بسرعه وللاسف بيدخلوا هما في شجره والخبطه كانت شديده جدا كلهم بيفقدوا الوعي بعد شويه وقت كده اليزابيث بتفوق اخر واحده وبتلاقي الشباب بيسحبوا مارك من الكرسي الامامي لان رجليه كانت اتصابت اصابه شديده ساعتها ريكارد حاول يسافه باقل الامكانيات الموجوده وطلب من اليزا تتصل بالاسعاف ولكن صديقي كعادة أفلام الرعب أي مجموعة راحة في مكان كده صحراء غابة أيا كان يعني والعربية بتاعتهم عطلت فأكيد المكان ده ما شبكة هنا ريكاردو قال لفابريزو طالما ما فيش شبكة اطلع على الطريق واطلب من أي حد مساعدة ساعتها ليزا بصت من الشباك وقالت له طريق اللي بتتكلم عنه إحنا في وسط الغابة دي ده غابة دكتورة طبعا فابريزو اتفاجئ جدا لأنهم ما دخلوش بالعربية جوه الغابة دول يا دوب خبطوا في شجر على أطراف الطريق ساعتها بينزلوا كلهم العربية وبيفضلوا يلفوا حوالين نفسهم لأنهم يعني كلهم كانوا فاقدين الوعي ومش عارفين هما وصلوا هنا ازاي ساعتها اليزا بتلاقي كوخ وحيد كده وسط الغابة فبتاخد الشباب وبيروحوا يخبطوا عليه يمكن يلاقوا حد يساعده ولكن يا صديقي مش بيلاقوا اي حد فبيرجعوا تاني للباص وصوفيا عشان تتاكد يعني ان كلام فابريزو صح سالت مارك هو كمان اذا كانت الشجره اللي خبط فيها كانت على اول الطريق ولا لا هو بياكد لها انها كانت بره فعلا وكلهم كانوا مستغربين دخلوا جوه الغابه كده ازاي ساعتها ريكاردو كان متعصب جدا وبيروح يفتش على الطريق بتاع الخروج وفابريزو بيروح معاه هو كمان وبيقول لريكاردو امشي عكس اتجاه الشمس لان ده اتجاه الجنوب وهناك لها الطريق فريكاردو سمع كلامه ومشي في الاتجاه ده وهم في السكه بيلوفوا شوم ثلاث فزعات وتحتهم جذوع شجر مرشوق فيها خمس رؤوس حيوانات ثلاث خنازير ومعزتين لسه مبوحين والدم بينقط منهم ومكتوب على حته خشبه قدامهم كده فرسان الشرف الثلاثه ساعتها فابريزو خاف جدا واخد ريكاردو ومشي من المكان بسرعه في نفس الوقت ده اليزا كانت قاعده جنب شباك العربيه وبتحاول تبعت رسائل لامها ساعتها لمحت باب الكوخ مفتوح واستغربت جدا لانهم خبطوا من شويه وما لقوش اي حد وقتها صوفيا ومارك كانوا نايمين فنزلت هي لوحدها ودخلت الكوخ وجوه بتلاقي صور ناس كتير جدا لابسين على وشهم اقنعه رؤوس حيوانات ساعتها بتسمع باب اوضه اتقفل بقوه لدرجه انها اتخضت فالفضول خلاها تروح تفتح الباب ده اما دخلت جوه لقيت شموع كتيره جدا مولعه ورسومات لاشخاص مخيفه على الجدار بعدها ريكاردو وصوفيا وفابريزو بيدخلوا معاها المكان ده هنا فابريزو بدا يحكي لهم قصه اصحاب الرسومات المخيفه دي اللي هم فرسان الشرف الثلاثه وبكون أسمهم اوسو وماستروسو وكاراكانيوسو وبيقول لهم ان جدته حكت له عن اسطورتهم زمان وهو صغير وانهم عباره عن اشباح جم المدينه دي من العالم الاخر اول واحد يبقى اوسو وده مش بيشوف ولكنه بيقدر يصطاد حياته بالليل في الضلمه وبيقتلها والتاني بس وده مش بيسمع ولكنه بيقدر يحس بالخوف اللي جوه قلب الضحية أما بقى كارانكيوسو فده مش بيتكلم ولكنه هيفهمك لو اتكلمت والتلاتة دول يبقوا إخوات وبيتغذوا على أرواح البشر وفي وقت ظهورهم كانت المدينة فقيرة وسكانها بيموتوا من الجوع ففرسان عرضوا عليهم صفقة وهي انهم يوفروا لهم اكلهم وشربهم وكل احتياجاتهم كمان ولكن في المقابل لازم اهل المدينة يضحوا بروح حد منهم وبسبب الفقر والجوع اهل المدينه بيوافقوا على الصفقه الحرام دي ومن ضمن الشروط ان الفرسان يختاروا ضحيتهم بنفسهم وبعدين ياخدوه يجهزوا له الطقوس وبيبداوا يقطعوا دانه ولسانه ويخزوا عينيه وبكده الطقوس بتتم وبالنسبه لاهل المدينه فبيتخلصوا من الجوع والفقر تماما ولكن على حساب دمهم اللي ضحوا بيه ساعتها الشباب بيخرجوا من الكوخ وصفى بتقول لفابريزو ايه قصه التعبانه دي اكيد جدتك كانت بتحاول عليك وانت اهبل وصدقتها على طول وده كان نفس راي كاردو وقال لهم خلينا ننام الليله دي في الباص والصبح نبقى ندور على الطريق ونمشي بنام فعلا ده اللي بيحصل وبيقعدوا كلهم في الباص اما فابريزو فكانت معنوياته الصفر وبيتكلم كلام محبط جدا فصوفيا بتقول له يسكت ويعدي الليله دي عشان نفسها مش متحملها يعني فالباشا حط لسانه في بقه وسكت ولكن ساعتها حس انه محصور وعايز يعمل حمام فنزل يفك حصرته في الغابه وهناك بيظهر له في الضلمه شخصين لابسين اقنعه مخيفه جدا في نفس الوقت ده الشباب بيسمعوا صوت صريخ جاي من الكوخ فالبنات بيسيبوا ريكاردو ياخد باله من مارك وبينزلوا هم يشوفوا مصدر الصوت جاي منين بالظبط اما بيدخلوا يفتشوا الكوخ بيلاقوا باب في السقف اما صوفيا بتفتحه تلاقي سلم نزل منه فبتطلع هي وبتخلي ليزا تقف تحت تامن المكان ساعتها فابريزو بيرجع الباص وبيقول لريكاردو انا شفت شخص مخيف في الغابه ومش لازم ننظف الباص لانه خطر علينا وبياخدوا وبيدخلوا الكونخو كلهم بيطلعوا فوق لصوفيا وهم بيوصلوا بيلاقوها واقفه مصدومه قدام تابوت من القش وبيكتشفوا ان جواها طفلة صغيرة اسمها كيارا وبيكون لسانها مقطوع ومتعذبه وطالع عينها يعني ساعتها بيسمعوا صوت صفاره بتاع انذار قوي جدا مع اضاءه باللون الاحمر أما بصوا من الشباك شافوا الفرسان التلاتة ساحبين مارك من الباص وجايين بيه على الكوخ ساعتها صوفيا كانت عاوزة تنزل تلحقه ولكن ريكاردو منعها لأنها كده بتعرض نفسها للخطر الشديد وقتها بنشوف الفرسان حطوا مارك على الترابيزة وربطوه وواحد منهم ضربوا بالشاكوش على رجليه وكسرها اما التاني فبيخزق له وكل ده صوفيا بتشوفه من الفتحات اللي في ارضيه الاوضه وبعد ما بيخلصوا عليه اخدوا جثته وخرجوا من الكوخ تاني ساعتها صفاره الانذار بتسكت والضوء الاحمر بيطفي والدنيا ترجع هدوء من تاني اما بيطلع النهار بقى ريكاردو بيقول لهم احنا لازم نمشي من هنا حالا وبيطلع كيارا من التابوت وأم البنت بتخرج بتجي على اليزا وبتحضنها وقتها كلهم بيخرجوا من الكوخ وبيفضلوا يجروا لحد لما بيلاقوا نفسهم وصلوا مكان كله عربيات لناس عدوا من هنا قبل كده وبيفهموا ان حصل فيهم نفس اللي حصل لهم ده ساعتها ريكاردو اتعصب على صوفيا وقال لها كل ده حصل بسبب حبيبك الغبي مارك عشان كان سايق وهو سكران وكده وهي ارادت قالت له وانت كنت السبب في انه يموت ومنعتني اروح انقذه ام قال لها وانت ما حاولتيش تضربيني وتبعدين عنك ليه عشان تروح تنقذيه الاثنين فضلوا يتعبوا في بعض شويه اتهامات كده وفي النهايه بيسكتوا لان الهري ده كله مش هوصلهم لاي حاجه مفيده وقتها كيارا كانت قاعده في عربيه اهلها فاليزا بتروح تقعد معاها وسالتها انت عارفه الطريق اللي دخلته من الغابه ولا لا فالبنت كتبت لها على ورقه كان مكتوب فيها يا طنط اصلا دي مش غابه وبتلمح لها انهم دلوقتي مش في الدنيا وانهم في العالم الاخر ساعتها اليزا تنحت كده من الصدمه حرفيا وفجاه بسمع صفارة الانظار اشتغلت التاني ساعتها ريكاردو قال لهم يلا نكمل طريقنا عشان نبعد ففابريزو اخدهم في اتجاه الجنوب وفضلوا ماشيين مسافه طويله جدا وفي اخرها بيلاقوا نفسهم رجعوا عند الكوخ تاني كمان بيلاقوا الباص اللي فيه كل حاجتهم اختفى هنا ريكاردو مسك في خناق فابريزو لانه رجعهم نفس المكان ففابريزو فضل يحلف ويقول له انا كنت ماشي من الطريق الصح ومش فاهم احنا رجعنا هنا ازاي بعد ما بيهدوا كده فابريزو بيقول ان الفرسان ظهروا امبارح لما الدنيا ليلت واكيد هيزولوا النهارده في نفس التوقيت وبقترح عليهم انهم يدخلوا يستخبوا في الكوخ، طبعا الشباب بيوافقوا لان ما عندهمش اي حل تاني، ساعتها فبريزو بيلاقي ازازه كبيره وقع من الباص بتاعهم على الارض فاخدها عشان يشربوها، اما بيدخلوا الكوخ كلهم بيقعدوا يتكلموا مع بعض عن مواقف ظريفه حصلت لهم في حياتهم وفضلوا يضحكوا، اهو بيحاولوا يخرجوا من المود الكئيب والمرعب ده وبعد ما بيجيبوا اخرهم بيناموا كلهم من كتر الارهاق والتعب. وبعد شويه وقت كده يا صديقي بنشوف الضوء الاحمر قاد وصفاره الانظار اشتغلت فليزا بتقوم من النوم مغضوضه جدا ومش بيكون معاها في الكوخ غير فابريزو ففتحت الباب وخرجت بره تشوف ايه هنا كانت الصدمه يا صديقي لانها بتشوف ناس كتير جدا واقفين قدام الكوخ ولابسين اقنعه حيوانات وفي الخلفيه بتكون صوفيا وريكاردو متربطين من ايديهم ورجليهم وكيارا محبوسه جوه تابوت القش والفرسان واقفين جنبهم وبنعرف ساعتها ان دي طقوس تسليم الارواح اليوم هنا فابريزو خرج واخد ليزا ودخل الكوخ تاني ووقفوا فرجوا من الشباك في اللحظه دي الفرسان بدأوا الطقوس بتاعتهم وقطعوا داني ريكاردو وكمان خزوقوا عيون صوفيا بعد ما عملوا كده تبدأ الناس اللي واقفه يرنوا اجرس متعلقه في رقبتهم ساعتها الفرسان بيتضحوا صوفيا وريكاردو وبكده بكون الطقوس تمت ساعتها اليزا انهارت جدا فضلت تعيط من شده الخوف وفضلت طوليا فابريزو ازاي خدوه من جنبنا من غير ما نحس كده وفي لحظتها كده اخذت ازازه البيره من الارض وقالت له الازازه دي كان فيها ايه احنا نمنا كلنا بعد ما شربنا منها بتقول له انت الوحيد اللي ما شربتش منها انت مين بالظبط وتعمل كده ليه هنا فابريزو فضل يقول لها انا ما عملتش حاجه انا خايف قوي وقرب منها وحضنها وقتها اليزا بتسمع حد بيكلمه في الايربودز وبيقول له هات اليزا على القهوه بسرعه فاخذت الايربودز من ودنه وهي مصدومه ومش مصدقه انه شريك في الجريمه اللي بتحصل دي وقتها فابريزو اتعصب جدا لانها كشفته ونادى على واحد من رجالته ياخدها من هنا عشان يعذبوها على تاني يوم بنشوف اليزا متغميه بكيس فوق راسها فبيجي شخص يشيل الكيس ده وقتها بنشوف على وشها اثار ضرب عنيف جدا وغرقانه في دمها كمان ايديها بيكونوا مدويين بمسامير في الكرسي وبتبقى قاعده على سفره كبيره جدا مع سكان الغابه اللي هم كانوا لابسين اقنعه الحيوانات ليله امبارح وبما انهم سلموا الضحيه للفرسان فهم كمان اخدوا نصيبهم من الصفقه وكانوا قاعدين بياكلوا وبيشربوا نعرف ساعتها ان عمده المدينه بتكون متورطه في الجنان اللي بيحصل ده كله هنا اليزا حصلت لها صدمه نفسيه من اللي شافته التعيط. فالعمده قامت تكلمها كلمتين بهدوء كده وقالتلها يا بنتي عشان الناس دي تعيش ويبقوا مبسوطين كده وحلوين كان لازم انت تموت عشان ما تزعليش على نفسك قوي كده افتكر انك بتضحي في سبيل اسعاد الاخرين يا قلوزه يا حلوه وبعد ما بتخلص الكلمتين المستفزين دول بتاخد بعضها وبتمشي ساعتها جه شخص اخذ اليزا ودخلها جوه اوضه كلها شاشات تلفزيون فجاه لقيت الشاشات دي بتعرض كواليس تحضير الديكورات بتاعه المكان ومشاهد من الاحداث اللي حصلت وبعد ما المشاهد بتنتهي بتلاقي فابريزو صار على الشاشه وقال لها انا من زمان كان نفسي اخرج افلام وابقى مشهور ولكن ما حدش اداني فرصه عشان كده قررت اخرج واكتب, واكتب واصور فيلم رعب لوحدي وعشان يبقى مقنع ويعجب الناس قررت اخلي كل الاحداث حقيقيه وبيقول لها بس انت بوصيني نهايه الفيلم الله يحرقك بس قشطه انا بحضر لك نهايه ثانيه لي فقالت له بس انا مش هبقى جزء من الفيلم ده فرد وقال لها اما نشوف يا حلوه وقفل البث وغور في داهيه ساعتها اليزا استجمعت كل قوتها وشدت ايديها بصعوبه شديده وفكتها من المسامير اما بتخرج بتلاقي قدامها باصات كثيره جدا اما بصت من شباك باص منهم شافت جثث صوفيا ومارك وريكاردو طبعا خافت جدا من المنظر ومشيت لقدام شويه، هناك بتلاقي شويه خيم فدخلت جوه واحده منهم ولقيت جوه ملابس والاقنعه بتاعت الفرسان وبقيه الممثلين وكمان لقت كمان التصوير وقتها بنشوف فابريزو جوه عربيه ومعاه كيارا وبنعرف ساعتها انها اخته وشايفته في كل اللي حصل وكمان بطله من ابطال الفيلم. وقتها فابريزو كان متعصب وبيقول لها عاوز اقتل البيت اليزا دي دلوقتي حالا مش قادر استنى لحد لما نشوف لها نهايه حتى ساعتها كيارا بتقول له على نفسه كده ويصبر شوية. وقامت تلبس لبس الشخصيه عشان تظهر لاليزا عشان تضحك عليها تاني وتستدرجها للتصوير بتاع بقيه الفيلم ولكن يا صديقي ده مش هيحصل لان اليزا بتكون واقفه تبص عليهم من شباك الباص وعرفت ان كيارا واحده منهم المهم بعد ما كيارا جهزت نفسها فتح باب الباص عشان تخرج ولكنها بتفاجئ ان اليزا واقفه قدامها ولابسه قناع على وشها وبوم جابت اجلها فبريزو خرج يشوف مين عمل كده فضربته هو كمان طلقه في رجليه بوم ورقدته في الارض وبعدين وجهت الكاميرا عليه وقربت منه هنا الواد فضل يسرق ويترجم ما فردت عليه رد بسيط جدا وقالت له حبيبي ما تقلقش ده مجرد فيلم وبوم ضربته طلقه في دماغه وفرتكتها حرفيا يعني. وبعدين اخدت بعضها ومشى جوه الغابه مسافه طويله جدا وفجاه بتلاقي طفل صغير واقف وراها وبيكون لابس لبس بحر واول ما بصيت الواد شاف وشه اندم خاف وطلع يجري فأليزا طلعت تجري وراه لان ده معناه ان في طريق او ناس موجودين في المكان اللي الواد هيروح له وفعلا ده اللي بيحصل بعد جري كتير بتلاقي نفسها وسط عند شاطئ البحر وكل الناس اللي على الشاطئ بيبصوا لها باستغراب لان شكلها متبهدل او الصراحه لكن اليزا ما اهتمتش بنظره الناس ليها ودخلت جوه البحر عشان تهدئ اعصابها شويه وتنظف جسمها من اثار الدم حدينا بتنجح بتنتهي احداث الفيلم ده يا صديقي مبسوط اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وكتبلي تحت في التعليقات عايز تشوف فيلم ايه المره الجايه او الشهر الجاي او السنه الجايه <applause> ايا كان يعني اطلب الفيلم وان شاء الله يتعمل قريب يعني اشوفكم في الفيديو الجاي يلا سلام